we are here celebrating Labor Day again to fight for our rights so that and we thank the Majesty Mohammed Sis to give us again the second amnesty for all the migrants, international migrants here in Morocco. And we ask the authority to give us fair looking for the all migrants here in Morocco. هذا اليوم هذا كيجي في إطار احتفالات العالمي اليوم العالمي بالشغل كمجموع المهاجرين وخاصة الأسيويين المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كيحتفلوا هذا النهار هذا باليوم العالمي ديالهم ومن طبيعة الحال هناك متطلبات اللي كيطلبوها من جملتهم أنهم ما كتحترمش لهم بزاف المعايير ديال الشغل في المنازل اللي كيخدموا بها أن مثلا كتحتكر لهم الباسبورات ديالهم ما كيخلصوهم شاي التعذيب بزاف ديال المسائل وهذه كانت واحد الوجبة مهمة أنهم في اليوم أنهم يفون إكسبريمي هاد المشاكل ديالهم.